السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزار، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جينا نتكلموا موضوع الساعة في الكرة الجزائرية، المدرب الجديد وشكون اللي راح يخلف المدرب السابق. لذلك احنا نقولوا بأنه هناك عدة معايير وعدة شروط راهو دايرها وليد صادي في ورقة بيضاء 1-2-3 حتى ل 100 ولا حتى ل 200، لأنه تدريب المنتخب الوطني على ما يبدو أنه يستلزم شروط كبيرة جدا. لكن هناك شرط مهم ومهم ومهم جدا، لازم يجي أي مدرب وتحطوا له على الطابلة. هناك حاجة يسموها ثوابت، وفي الجزائريين ولا في الدول العربية وحتى في أوروبا وفي كل الدول، في كل الدول اللي عندها شغف بكرة القدم عند هذا الشيء. لكن للأسف بعض المدربين أصبحوا الفشل نتاعهم يغطوه بهذا السبب. لذلك أنا ماذا بيا لو صاد يقدر يديروا في العقد يديروا، واش هو هذا الشرط؟ واش هو هذا السبب اللي يبقى شماعة دائما للمدربين لما يفشلوا؟ هو ضغط الصحافة، لا بريسيون تاع لا بريس كاين في كل دول العالم، في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في البرازيل، في الأرجنتين، حتى قطر مؤخرا ولا عندهم ضغط صحافة. حتى قطر أنا شفنا كيروش تمت إقالته قبل البطولة بزمانة، قبل البطولة بزمانة. هناك ضغط، السعودية ضغط صحافي رهيب جدا، حتى رونارد النفس قطعوها فيه. رونار مع السعودية كانوا قاطعين فيه النفس، فاز على السعودية حتى المدح كان قليل، لكن لما عاود انهزم طاحوا عليه. لذلك الضغط في الإعلام أو الضغط الإعلامي في كرة القدم أمر طبيعي جدا 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 جدا، هذا يعني أمر مفروغ منه. لكن احنا نبقاو في بلادنا، نبقاو في بلادنا الضغط هذا، هناك مدربين عانوا معه بكثرة، لكن هناك إحصائية راح نقسمها معكم اليوم وهي حقيقية واقعية، هو أن المدرب الجزائري ما يصمتش مع الضغط عكس المدرب الأجنبي. لأنه كثير احنا نسمعوا أنه الإنجازات تاع الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني تكون فقط مع المدربين المحليين. نعم، لكن هذه يعني تجي معها ظروف وتجي معها يعني أمور أخرى، وكرة القدم سواء الألقاب ولا سواء التتويجات ولا حتى النكسات فيها ظروف يعني تحيط بهذا يعني الإنجاز ولا الإخفاق. وبالتالي من بين هذه الظروف هو ضغط الإعلام. هذا الضغط الإعلامي يقدر يكون لك حافز ويقدر يكون لك ضغط سلبي. هذا الضغط السلبي أنت كمدرب إذا انقلته إلى لاعبيك طفرت فيك، إذا أنت امتصيته صوفيت. وهذا الشيء اللي داروا حليلوزيتش وحتى غوركوف، عكس سعدان مثلا وبالماضي. سعدان وبالماضي سقطوا سقوط مدوي جدا 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 بسبب الضغط. رغم ما نقدرش نقارن بين الضغط اللي تعرض عليه سعدان واللي تعرض عليه بالماضي. بالماضي لو نجي ندير مثلا نسبة مئوية، 80% من الإعلام إعلام مقدس مطبل، راكم تشوفوا ما تهضروش ما تنتقدوش، خلوه راهو يخدم، كأس إفريقيا خلوه يخدم ما تنتقدوش وما تهضروش. وبالتالي لو تشوفوا كل القنوات الجزائرية بالاستثناء ولا واحد كان ينتقد قبل كأس إفريقيا، الجميع رغم أنه نعرفوا بأن المباريات هذه اللي درنا قبل كأس إفريقيا مباريات لا تليق، مباريات العقل ما يتقبلهاش، لكن ما انتقدتش الناس. انك تروح تلعب بالليزي سبور تاع البوروندي وفريق احياء من الطوغو تروح تحضر بيه لكاس افريقيا، هذا الشيء غير مقبول وغير منطقي، لكن الناس ما انتقدتوش. بالعكس سعدان لما راح حضر في سويسرا كلاوه، والنتيجه كيفاش تتعامل مع هذا الضغط؟ جاء خسر ب3-0، لكن بعد ذلك استرجع رغم انه الصعوبه تاهلنا، لعبنا مع الكوت ديفوار بطريقه يعني ممتازه جدا، لكن ارهقنا بدنيا ولعبنا مع مصر وكانت الكارثه. كان هناك هزيمه، المدرب عنده اسباب والتحكيم عنده اسباب وكذلك الانهيار البدني عنده اسباب، وكذلك كنت تعرفوا نهايه مشوار مقني في تلك الدوره. لكن بعد ذلك سعدان ما قدرش يصمد، شفنا بعد ذلك خسر مع صربيا ب3-0، خسر مع الامارات اعتقد دار 1-1 ولا خسر، لا دار 1-1، خسر مع ايرلندا. كاس العالم كانت كارثيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، رغم انه تعادلنا امام المنتخب الانجليزي، لكن كانت مشاركه سيئه وسقط سقوط مدوي تحت الضغط، والفشل استمر الى ان انتهى باقاله. نفس الشيء بالماضي، دا كاس افريقيا طحتنا مع الحراك، طحتنا مع الشعب يعني كان شاغوف والشعب كله كان متشوق بالماضي، لانه نحبوا ولا نكرهوا
99% من الشعب هو اللي طلب جمال بلماضي بالاسم، يعني جاء في وسط مسانده كبيره جدا، ومع الحراك مع ذاك يعني البطوله يعني انطلقنا فيها يعني درجه بدرجه، ورغم انه بلماضي جاته يعني حاجه انه يقدر يخدم بها هو كاس افريقيا، لكن استغلها في الجانب السلبي، والضغط على الصحافه اللي كاين دائما في الكره الجزائريه ما عرفش يستغلوا، وحصلت له ثلث نكسات مدويه جدا لم تحصل ابدا في تاريخ الكره الجزائريه. على عكس حليلوزيتش، حليلوزيتش لو نجي ندلكم شوفوا الان الهداف اعتقد هذه الصحيفه، شوفوا واش قالت عليه، كلام سيء ومسيء، الناس تسب، الاعلام يسبوا، رماوه بالقرع، يعني هذا الشيء ما تعرضش ليه بالماضي على ما اعتقد. ما رماوش بالماضي بالقرع، لما حليلوزيتش خرج من دور المجموعات في كاس افريقيا، رغم انه اللي يعرف كره قدم كان يعرف بانه حليلوزيتش راز المنتخب الوطني من الركائز، نحى زياني، نحى بالحاج، نحى مطمور، نحى عنتر يحيى، نحى بوعزه، نحى بغزال، نحى جبور، نحى عده لاعبين كانوا ركائز، وخلى فقط لاعبين معدودين على الاصابع، خلى بوقره، خلى مبولحي، خلى حتى انه ماندي ما كانش يعني ركيزه من ركائز ذاك الفريق، تقريبا نحاهم كامل. حكام الركائز اللي كانوا مع سعدان وبدا بدايه من جديد، لكن بعد كاس افريقيا والصحابه الصحافه بعد كل ندوه صحفيه او في كل ندوه صحفيه نقد نقد ما رحموش، راح حليلوزيتش الصحافه لم ترحم، رغم ذلك حليلوزيتش واش دار؟ عمل منتخب قوي جدا وراح الى كاس العالم وخرج من الباب الكبير، قال لهم هاي لكم السلام عليكم. هناك فرق، راه نشوف بانه حليلوزيتش خرج هو ناجح، ما خرجش هو فاشل مثل بالماضي ومثل سعدان. غوركوف مثال اخر، غوركوف نفس الشيء، غوركوف رغم انه لم يخفق من اللي جا هما طايحين عليه، رغم انه المنتخب الوطني كان يقدم كره جميله جدا، كره جميله جدا جدا جدا. قبل ما نروح غوركوف نعاود نرجع لحليلوزيتش، وبذكر لي غوركوف كذلك راه روى دار واحد الخطا جسيم جدا قبل ما يروحوا كاس العالم وهما يحضروا في سيدي موسى، واش دار؟ يعني روروا جاب غوركوف وضرب به دوره في سيدي موسى تحت انظار حليلوزيتش، هانا نشوف باللي اللقطه مسيئه جدا، رغم ذلك حليلوزيتش راح الكاس ما صابهش سبب وقال لكم اخفقت وخسر مع منتخبات قويه جدا، خسر مع بلجيكا وحنا انتقدناه، الان اللي يجي يقول لك حنا بكري ما كنا والو، حنا حليلوزيتش لما خسر مع احد اكثر المرشحين للفوز بالمونديال في 2014 اللي هو بلجيكا المدجج بالنجوم وخسرنا 2-1 والاداء كان متكافئ ما رحبناش، الناس كامله انتقدته وعاود رجع وتاهل الى الدور الثاني وخرج امام بطل العالم. لذلك انا نشوف حليلوزيتش كيفاش الضغط استخدمه كشيء او امر ايجابي عكس بالماضي اللي خسر مع منتخبات متواضعه جدا. فرق بين انه واحد يتجاوز دور المجموعات في كاس العالم وواحد يخرج من دور المجموعات تاع كاس افريقيا ومتذيلا الترتيب لانه ما دارهاش خطره واحده وانما مرتين للاسف، وهذه ولا مره صارت في تاريخ الكره الجزائريه. جولد غوركو كان يقدم كره جميله مستوى يليق بالكره الجزائريه، كان يلعب نعم كان يلعب تيكي تاكا نحبوا ولا نكرهوا، كان يفوز بنتائج ثقيله. يقول لك غوركوف واش دار؟ يا جماعه كره القدم تلعب على جزئيات، كره القدم تلعب على جزئيات، نعم غوركوف ما فازش كما بالماضي بكاس افريقيا في 2019، لكن غوركوف ما دارش مشاركه مخيبه جدا كما تاع بالماضي في مرتين، ابدا ابدا يا جماعه، لما احنا رحنا لعبنا كاس افريقيا مع غوركوف انا نقولها لكم الان ومسؤول عن كلامي، البطوله ولا اللقب كان بيننا وبينه جزئيات دقيقه جدا، وفي الادغال الافريقيه صح للمنتخب الجزائري نادرا ما يتالق في ادغال افريقيا، نادرا ما يتالق في ادغال افريقيا، يعني منتخب الثمانينات ونزيد له منتخب تحت 96 اللي تاهل في جنوب افريقيا، لكن بعد ذلك نادرا ما المنتخب الوطني انه يتالق ويكون قوي جدا في ادغال افريقيا. تخيلوا انه مجموعه الجزائر في 2015 كان فيها السنغال، كان فيها منتخب غانا القوي جدا واللي لعب النهائي في تلك الدوره، وكذلك منتخب جنوب افريقيا. واش درنا؟ خسرنا مع غانا بهدف مقابل صفر والاداء كان افضل من غانا، خسرنا بمرتده من غانا وبخطا في الدفاع اعتقد من ماندي، بعد ذلك فزنا على السنغال وفزنا كذلك على منتخب جنوب افريقيا ب3-1 وعلى السنغال ب2-1، يعني نتائج قويه جدا، شوفوا منتخب بيحقق هذه النتائج في افريقيا وفي ادغال افريقيا، يعني هذا يدل في الكابون على ما اعتقد انه كان عمل ومدرب لاول مره يعمل في افريقيا، يحقق النتائج مثل هذه في قاره افريقيا وفي ادغال افريقيا، والضغط الكبير والصحافه تنتقد فيه يعني ما خلاو فيه ولا شيء، لكن غوركوف عرف كيفاش يمتص هذا الضغط،
بعد ذلك رحنا للدور الثاني، واجهنا شكون؟ واجهنا المنتخب الايفواري، منتخب كوت ديفوار اللي كان هو بطل تلك الدوره، وكان المدرب نتاعو رونار بالنجوم نتاعو، يعني الخبره تاع كوت ديفوار كامل يعني جمعوها في تلك الدوره مع رونار وفازوا باللقب. خسرنا معهم ب3-1، كانت سيطره تامه لغوركوف على كوت ديفوار، الكره كانت عندنا، الهجمات كانت عندنا، لكن كوت ديفوار ضربنا بثلاث مرتدات وفاز علينا ب3-1، وما كانش هناك فرق كبير، يعني المستوى تاعنا ما كانش مخيب كما رانا الان. اذا غوركوف كان قدم دوره جميله. تخيلوا انه لو فاز على كوت ديفوار كان راح يواجه الكونغو، بعد ذلك يروح مباشره للنهائي، لانه الكونغو ما كانش راح توقفنا. راكم تشوفوا المنتخبات الكبيره اللي لعبنا لها، ونلقاو روحنا في النهائي مع منتخب غانا اللي كنا افضل منه في دور المجموعات. وبالتالي نقول انه المنتخب الجزائري، يعني انا اشوف بانه في تلك البطوله البطوله راح تن على شعره، ممكن يكون غوركوف استمر معنا كان يجيب يعني الكاس. وما زلت اقول انه 2019 كان نتاج العمل اللي قام به حلوزيتش وغوركو. من خلاص هذا القول قلت بانه الكلام على انه المدرب الاجنبي ما ينجحش مع الجزائر خطا، بل المدرب المحلي لا يصمد تحت الضغط، حتى ولو نجح وحقق نجاحات هذه النجاحات ما يعرفش يستخدمها في صالحه. سعدان تاهل الى كاس العالم ما عرفش يستخدم هذا الشيء في صالحه وسقط تحت الضغط، وكان يعني بعد ذلك مستوى مخيب جدا. بالماضي جاب كاس افريقيا ما عرفش كيفاش يستغل هذا الانجاز لصالحه، بالعكس سقط تحت الضغط وكان الفشل اللاذع جدا، عكس حليلوزيتش وكذلك غوركوف بطبيعه الحال. حنا نتمنوا مهما كان اسم المدرب اللي راح يجي يشتغل صح، سواء لانه الضغط تاع الصحافه ما نقدرش نحيه، ويرحم باباكم نحونا الاعذار، الرطوبه، الحراره، الصحافه، خلاص المدرب راه عنده عقد، راه خالص مش يخدم باطل. يعني انت مدرب، انت مدرب، المدرب عنده ظروف يعمل فيها، وهذه الظروف كاينه في كل العالم، في كل العالم ماشي عندنا برك. لذلك الاعذار مرفوضه تماما. المدرب اللي يجي لازم اذا تقدر تكتبها له في العقد تكتبها له، ما تقوليش ضغط الصحافه، ارواح حنا الصحافة تاعنا هذه هي داخله في المحيط الكروي، تحب تخدم معاها مرحبا، ما تحبش تخدم معاها تربح، لانك راح تدي راتب ماكش راح تخدم باطل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.